بداية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. المصيبة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. من أولها كان لازم تقولي لأبي ما بدنا. لك ما شفتي؟ ما شفتي كيف مو عاطي فرحته لحدا؟ إيه وشو بنعمل يعني؟ خلص قولي له ما بدك تجوزيني، بدك يعني ضل معك هون بالبيت، بساعدك بالحلو بالشغل. إيه ولأيمتى يعني؟ يوم، شهر، سنة؟ أبوكي ما رح يقبل يأخر جوازتك أكثر من هيك. خلص، أنا اليوم رح أقول له ماني مفكرة بالجواز. هالحكي كله ما بفوت بالمخ. ايه شو بنعمل يعني؟ بروح بتجوز وبفضح حالي وبفضحكم؟ انا ما ملاقي حل غير انه يتجوزك هالابن الحرام. ما بدي اياه. ما بدي اياه. ان شاء الله يرضى يتجوزك يومين ويطلقك. ستي بوس ايدك لاقي لي حل تاني. حل تاني شو؟ كنت تحكي لي من الاول، كنا لا جينا على الشام ولا شفنا ابوكي. والله رجعت فاطمة على البيت بتسوى تقلى ذهب، صدقيني مو عاطين فرحتنا لحدا. تسلمي لي يا ست جميلة، بعرف قد ايه بتحبوها لفاطمة. بس أنا أخذة على خاطري وزعلانة كثير. خير أختي أم العز، من شو زعلانة؟ بتتذكري يوم بعتك عمك لعندي لتطلبي فاطمة، شو حكينا وشو اتفقنا؟ إيه لك عم متذكرة؟ اتفقنا بوقتها إنه ما يطلع كلمة عاطلة بحق هالبنت. كرامتها تضل محفوظة. ولو يا أم العز، ولهلا كرامتها محفوظة. ويلي صار مو هاين علينا كلياتنا فيه.
سلفي عادل الله يصلحه. سلفك عادل أنا لي حكي تاني معه بس شوفه. أنا عم بحكي عنكم أنتو وخص نص أنت يا ست جميلة. يا مو عادل الله توه رأيه وطلقها للبنت، بس أنت يا جميلة فيكي تقليلي كم مرة أجيتي لتطمني عليها؟ لك خليتوني حس كأنكم ما صدقتوا إمتى اتطلقت هالبنت وشلتوها عن بالكم. مشان الله يا مو. خلص يا مو تركيني احكي اللي بقلبي، وإذا زعلانة من حكي يا ست جميلة أنا بسكت وببطل احكي. الحق ما بينهرب منه، بس الله بيعلم كيف كانت المصايب عم تنزل فوق راسنا واحدة ورا الثانية. يا ستي الحمد لله اللي الله فرج عليكم، بس مع هيك يا ست جميلة الكلمة الحلوة بتطيب الجروح، وهي البنت كانت بوقتها مجروحة كتير. حقها وحقك عليها، وإن شاء الله اللي صار لا بينذكر ولا بينعاد. آمين يا رب. آمين. شو رأيك بالحكي اللي سمعتوه؟ حكي قصد بيه؟ قصدك حاتم. سوتين ذات الشيء. أخي أنا هذا حاتم أنا ما بحبه. ملعب ليكو ضحك على غازي وبعدين ضحك على فارس. في موال براسه ولا تستبعد بكرة يقلب على آصف. ها؟ لك هذا آصف بيك باتو مو جاي من حاله. حتى لو كان الكلام المضبوط بتاخده من تمه لآصف هو بذات نفسه. هات الحسابات هات. يا ويل ويلي سارحة وجمال أبوها سارحة، يا محلى ليل البارحة أنا وحبيبي الأولي. ما قلت لي شو رح يصير بكرة؟ لا ما رح قلك منوب، أنت بعينك بدك تشوفي. طيب اللي رح يصير بكرة شو رح يفيدني بقصتي مع غازي؟ شو رح يفيدك؟ لك الله يسامحك على هالحكي، لك وحياة عيونك اللي بتغزل غزل يا غندورة، لخلي غازي يجي لهون ويركع تحت رجليكي ويقول لك ببوس ايدك سامحيني. سامحيني؟ شو قصدك؟ شو بك؟ شو قصدي؟ قصدي اني خبرك وبشرك. طب انجا انا بسامح الدنيا كلها الا غازي. يعني ما صار لو نزعتي لي مرعي؟ ما بدي نزعلك مرأك ولا شيء، بس ما بدي الفرحة تنسيك الاتفاق اللي بيني وبينك، خاصة بعد ما سلمتك حالي. شلون شلون؟ لك شو سلمتي حالك لواحد غريب لا سمح الله؟ لك جوزك جوزك أنا على سنة الله ورسوله. ولو ومع هيك لا تنسى إذا ما انتقمت من غازي رح انتقم منك. ما صار لو نزعتي لي مرأي وسمعتيني حكي بسم البدان، فايت لجوان ابير لحالي. بدك مني شيء ابن عمي قبل ما نام؟ ايه هات الاساور اللي بايدك. بس هدول الي، امي وابي شارين لي اياهم. وهلا لازميني. بس ما فيني اتصرف فيهم بدون ما اساله. مو على كيفك ولا على كيف اهلك. بدي اخذ ذهبات للديه وللسلاح. رجعني لك لا هدول تركوا لك غازي. هون عمل لك لك الله لا يسامحك. خلص وليك يلا يلا شو يلا عم بقلبك. ما بدك تجوزيها؟ ليش؟ في جماعة حاكين فيها بحما وأنا عطيتهم كلمة. ومين هدول الجماعة؟ بعرفهم أنا؟ ما بتعرفهم ما بتعرفهم. أنت صار لك 20 سنة تارك حما، يعني إذا قلت لك بيت فلان أو علان رح تعرفهم، وأنا ناطرة منهم خبر. غريب. أنا بعرف بالعادة أهل البنت هن اللي بردوا خبر، يا بدهم يا ما بدهم. لك هي جايتنا عالشام، خربطت كل القصة. بلا مؤاخذة يا ما شلون بدهم يعرفوا وينكم بالشام؟ لك هلا ما رح يتوهوا عن واحد اسمه ابو الاحلام. وقديش ان شاء الله بنضل عم نستناهم؟ لك شو صار لك لك امي؟ كلها اسبوعين ثلاثة، ليش بصلتك محروقة؟ يو
يحيى بنعطيه الذهبات ونخلص من هالسيرة. لك إذا بدك ترجعي له إياهم ليش أخذتيهم منه؟ والله ما بعرف، كل شيء صار معي صار بسرعة. ما كنت حاسة على حالي ولا حاسة على شيء. ما بعرف ليش أخذته، يمكن أخذته لحتى أنتقم منه. يمكن أنا اليوم رح أقول لأبوكي ويصطفل منه ليحيى. أوعك ستي، أبي إذا ما قتلني رح يروح يقتل يحيى أو أخوه ابن هالحرام. أبوكي لازم يعرف. أنا يحيى يا أم عبد الحي. شو صار معكم؟ مو على أساس اتفقنا تمهلنا يومين؟ شو جابك اليوم؟ شو عادة ما بدا؟ شو فرقت بين اليوم وبكرة بالله؟ لا تكونوا مو ناويين ترجعوا لي الذهبات. والله غفران تصرفت بمبرومتين وعم حاول دبر لك ياهن. أم عبد الحي والله لأخرب بيتكم إذا بيكونوا ناقصين قطع. لك وطي صوتك، فتحتنا بالحارة، عطيني بس يومين بدبر لك ياهم. لتكونوا ناويين تهربوا لك مع عبد الحي؟ يا حسرتي علينا، وين بدنا نهرب؟ معكم لبكرة مثل الوقت، والله يكون بعونكم إذا ما بتعطوني ياهم كاملين. خلاص بكرة مثل هالوقت بتجي بتاخد ذهباتك. على شو نويتي؟ رايحة لعند أبوكي. ستي بدك تحكي له قصة مثل هي بالدكان؟ رايحة أجيبه لهون. لك ستي بوس إيدك، بوس إيدك لا تحكي له. فوتي على أوضتك وسكري الباب وتركيني أتفاهم مع أبوكي. والله أمي طقت روحها من القعدة ببيت خالي، أنا ماني قدرانة أعمل لها شيء وهي بعيدة. بس كمان لك أبي، يعني عادتها ببيت غازي، بيت سارة. أي وصول يا أبي مشان الله، أمي حاسة إنه نحن تركناها وما عاد حدا فينا بده يحكي معها. أبو العز لا تخلينا نكون نحن والدنيا عليها. لك يا بنت الحلال والله أنا مهين علي فيها ولا بدي جور عليها. ساكنتها ببيت غازي شي واللي عم تحكوا انتو شي تاني. لا تكون خايف على زعله لغازي. إيه؟ كيف ما دورت ما فيها شي. عادتها ببيت غازي ما فيها شيء. خليه يعرف انه نحن فتحنا البيت وسكناها فيه. خليه يسترجي يرجع ويقول لا. لك انا اخر همي غازي، بس كمان عادتها ببيت جنبي مو حلوه بحقها مو حلوه. هاشم كرمالي لا تخلي زهره تحس انه نحن نسيناها. امر الله. رح افتح لها البيت تقعد فيه. يلا بس ابي تفهميها الكلمتين على ثاني، وانت كمان اذا شفتيها سويرة بتقولي لها الحكي. قعدتها جنبي ومعناتها ترجع الحال على ما هو. لا خلص النصيب صار وخلصنا وكله بامر الله. شو القصة؟ تركت قصرك بجب الصخر واجيت سكنت هون؟ ظهر الجبل بيلزمها من ندير باله عليها. تفضلي 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 عادي. وجب الصخر ما بيلزمها من يدير باله عليها؟ آصف انت ما عم تنتقم من بيت الشمالي، انت عم تنتقم مني. بعمري ما فكرت ازعلك. لكان رجعنا الضيعة. رجع الضيعة لما شوف شوكة غازي انكسرت وما عاد ترجع مرة تانية. غازي نمرود، ما في شي بيكسر شوكته. نائلة هلا أنت جاية تحاكيني بقصة الضيعة؟
يعني بعد كل هالسنين شو في شيء نحكي فيه غير قصة الضيعة؟ بتعرفي ليش أنا تركت ضيعتي وشي سكنت هون؟ شو له فايدة هالحكي هلا؟ يعطيك العافية يا مو. أهلين يا مو، زادتنا البركة. عاوزتك بكلمتين. خير، باين عليكي مجعوزة. في شي صاير معنا ولازم تعرفه. إيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. شايبية بشطب معيتك. يا نعي. السلام عليكم. ايه يا مو شغلتي لي بالي. الله يجبر بخاطرك، سكر هالدكان والحقني. ابو راتب لولو دير بالك. يا امرأة بك يا اختي، شو صاير معي؟ يا اخي من شان الله الحقني، من شان الله الحقني، انا مخطوفه محبوسه هون، من شان الله ساعدني، من شان الله. يا اخي يا اخي سامعني، وين احد يا اخي؟ وين احد؟ خير يا اختي احكي لي. من شان الله يا أخي، من شان الله ساعدني، لحقني ببوس إيدك. فوتي يا أم فوتي. وينك غفران؟ اتركني من غفران هلا، بدي احكي معك جوز كلام. خير، تفضلي. الصيغة اللي مخبيتها غفران. ايه، الصيغة العيرة. هاي مو صيغة عيرة، هاي ذهب عن حقه حقيقي. منين جايبتها مقصوفة الرقبة؟ هلا إذا هيك رح نبلش ما رح أتفاهم أنا وياك. على شو بدنا نتفاهم يا مو؟ بس فهميني. على شو؟ ما الشغلة واضحة مثل عين الشمس. طول بالك لأحكي لك شو القصة. ما بيطول بالي، فهمانة للقصة. أمي غفران يرضى عليك. افتح الباب. أمي بدي أقول لك. غفران اسمعني، الله يرضى عليك. افتح الباب أحسن. لا تخليني كسره. أمي برضاي عليك، افهم علي. أمي غفران سرقت الذهبات ولا لا؟ بلا سرقتهم، افهم علي ليش سرقتهم. خلص فهمت، افتحي الباب أحسن لك. عبد الحي بغضب عليك إذا ما بتلتفت وبتسمعني. يا أمي أصلاً أنت شلون بتسمحي لها تعمل هيك عملة؟ غفران لما سرقت الذهبات ما كانت حاسة على حالها شو عم تعمل. ليش؟ كانت سكرانة؟ الرجال كانت تشتغل عنده. إيه، شو بالرجال؟ عامل مع الحرام غصباً عنه. ضربته على راسه وسرقت الذهبات وهربت.
رح تقتلها. لك اتركها، يخرب بيتك اتركها. بدك تقتلها ظلم مثل ما قتلت امها يا ظالم. لك اتركها. قلبي وربي بيغضبوا عليك اذا ما بتفهم. والله والله باخذها وبحرمك منها طول حياتك. والله فهمت فهمت. غفران غفران. يا زوج تريك ميدك تعالى ما طالب خالك. خد امك ناليك وصل لبيت ابسمير ورجع لعندي بسرعه. يلا صار يا بي. السلام عليكم. وعليك السلام. مين ابو العز الحبوباتي؟ حطي ايدك على القران واحلفي انه كل شيء قلتيه صدق. اقسم بالله العظيم. لا تكملي. صدقني يا بي. وين بلاقي يحيى هلا؟ ما بعرف. شو بدك بيحيى؟ مالك شغل لا مع يحيى ولا مع اخوه. شلون يعني مالي شغل؟ بدك تقتله؟ بدك تقتله هو واخوه؟ اثنينهم حرام عيشتهم. لك 20 سنة وما تربيت. قبل ما تقتل يحيى وأخوه روح حاسب حالك على قتل فضيلة وعلى اللي عملته فيني أنا وهالبنت. تركتنا وهربت. ما سألت حالك ليش اشتغلنا خدم بيوت الناس؟ ما سألت حالك ليش استرجع الابن الحرام يتطاول على بنتك؟ أنا رح أقول لك ليش. لأنه حس إنه ما في رجال وراها يحميها. الغلط راكبك يا عبد الحي. روح استغفر ربك. روح. بدك تقتل هالابن الحرام وتروح على حبل المشنقة ولا ناوي تقتله وتهرب مرة تانية؟ إن رحت على حبل المشنقة ولا هربت بتكون عم ترمينا للي بيسوى واللي ما بيسوى. مشان اللي صار مع غفران ينعاد ببيت تاني ومع ابن حرام تاني. شوف يا عبد الحي، أنا اللي عندي حكيت. سير جاي احي عمل في اللي بدك يا عبد السلام النجار. وليش ما عم ترد؟ جناب الشاويش والله ما بحبه لهذا الاسم. اذا بدك تنادي لي نادي لي طبنجة. طبنجة؟ ومنين انت يا سيد طبنجة؟ من الشام، من حارة القبة. وساكن فيها؟ طول عمري. اسمع يا طبنجة، نحن بنطول بالنا على الناس، بكفي اللي شافوه ايام العصملية. ايه شو عليه؟ تؤمر امر يا جناب الشاويش. بارك الله فيك، روح على شغلك. على راسي. هذا الباب عمي. هون؟ هذا هو. هي. كتر ألف خيرك عمي، الله يجزيك الخير. السلام عليكم. مين؟ أنا أبوك يا أبي. يا أبي، يا أبي حالي من شان الله. افتحي الباب أبي، افتحي الباب. مقفول ما عم بقدر افتحه. دكي بملايتك ابي، بعدي عن الباب لشوف. بعد عنه. بعد عن الباب منيح. ايه مش على ورا ابو العز، مش على ورا. يلا يلا يلا. وينك ابي؟ مريم يا ابي يا ابي. تعالوا شوفوا
شو مالو ذكي؟ امبارح غازي شلحني ذهباتي غصبا عنه. نقدر ذكي نقدر. بس انت بتعرفي وين بكون حاططه وين مخبيه؟ لا والله ما بعرف. ابي لا تتلهوى شيء. انت بتعرفي البيت. وين بكون مخبيه؟ وين بده يحطه؟ يمكن بهي الاوضه. لانه هو بيقعد فيها وبينام فيها. عزو ابو شوال، هذا المخدع معيتكم، بدي الخمير والفطير اللي جواته. صار بركي عبي. والله ما لي لوين رايح، بس ما شاء الله الشغل ما عم يهدي بدك. قل اعوذ برب الفلق. صلي على النبي ابو سمير، الله وكيلك ما بقصد شيء. اخي الله رازق لابو الاحلام، والله سبحانه وتعالى بيرزق الناس حسب نيتها. ايه وشو قصدك؟ وانا كمان ما بقصد شيء. اخي ابو الاحلام صديقك اكثر ما له صديقي، دير بالك على دكانته وانا رايح ادور على رزق دكانتي. السلام عليكم. ابو العز ذهباتك وين أبي؟ والله ما بعرف يا أبي. ليكون مخبيهم بطرح تاني. لا ما ظني ما ظني، بكون باعون بدل. عزو وشك في بيت خلاك، جيب أمك وتلحقنا على البيت. يلا أبي يلا. صار يا أبي. يلا تركنا أبو شوال شريف. هذا طريق سمير. بدي مكليكين. شان شو المكليكين؟ أخي لا تسألني، بدك تعطيني اعطيني، ما بدك تعطيني بلاها. انا ما قلت لك ما بدي اعطيك، عم بسالك مشان شو. خلص ما بدي اياها. تعا 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 لا تزعل. مش اخي ما بكون غازي بيك اذا ما خلصت عليك يا ابو العز. بيك إذا ما قتلتك أنت وبنتك. سعاد خانم؟ نعم. يعني بيطلع لي ثلاث متريات من ورا هالفستان؟ لك يا حبيبتي يا قلبي، بيطلع لك متريتين بس، متريت ينطح متريت. تعي ستي تعي، ريحي حالك شوي. بلاها ركار، إن شاء الله عمره. معلش ستي، بخلص شغلك سعاد عمتي بالخياطة. يوه. لك كم مرة بدي اقول لك بكير لسه على الخياطة لتتعلمي شغل البيت بالاول، بلا ما تطلعي طلطميس مثل ستك. مين؟ انا هنية، افتحي. اهلين يا عمو. فوتوا يا عمو. هاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبرو قلبي إلهي. تقبريني لك. أهلين تقبريني. هلا بدنا نحط الغداء، جيتي بوقتك. طول عمرهم بناتك بيجوا بوقتهم. إيه لا بخافي، مو جاي آكل. يبعت في حمى، ليش عم تبكي؟ صاير شي بينك بين جوزي؟ قلعني من البيت. يبعت له حمى ليه؟ قال لأني رحت لعند أختي ابتكار من غير ما أخذ إذنه. يو العين تطرقه، هلا صار رجال بده يتاخد اذنه. تعي تقبريني تعي، امشي معي. كان قلبي غليان عليكي مثل النار. ما بتعرفي يا مو شو عمل فيني. شوفي شو عمل بايدي منشان ياخذ مني الدم. الله يكسر ايدي، الله يكسر ايدي على هالعمله، الله يكسر ايدي. سلامة قلبك يا مو، سلامة قلبك. دخيلك يا مو، ما بدي ارجع لعنده، خليني عندك. والله لو بيموت 100 موتة ما عاد يلوع ضفرك هالواطي. من شان الله يا ابي. صلي على النبي يا ابي، خلصنا ابي خلصنا، ان شاء الله هي صفحة طويناها. خلص انت هلا ببيت ابوك ارتاحي. عزو
مور يا بي. الله يبارك روح افتح بيت ابو سمير ورجع بسرعه خذ فاطمه لبيت جوزانه. امرك بكير يا بي، لسا ما شبعت من امي واختي. لا ابي مو بكير مو بكير، هي امك وهي اختك طمنتي عليهم وخلصنا، لازم ترجع بكير لبيت جوزك. ايه شوف يا جناب الشاويش، انا اجيت على الكراكون شان ترجعوا لي مرتي وتجيبوا لي الاصمليات اللي سرقوا مني ابو الاس، مع اني فيني روح لعند الحاكم. ها بقى اذا ما فيك تتصرف انا بتصرف. طول بالك غازي بيك، حرمتك رح ترجع لك، واذا لك حق تاني عند عمك كمان بيرجع لك. احترامي جناب. غازي بيك. طب انجا شو عم تعمل هون؟ أنا صرت تركي بالكراكون. صلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد. تعرفوا لغازي بيك؟ لا يا جناب الشاويش، مين ما بيعرفوا لغازي بيك؟ لك هذا الفخامة كلها، لك علي الحلال أشهر من عنتر ابن شداد. معناتها بتاخذ دورية وبجيب لي أبو العز لهون. خير؟ غازي بيك عم يقول أبو العز أخذ له حرمته من البيت، وفوق منها سرق له الذهبات كمان. لا لا يا غازي بيك، كل هذا عامله معك ابو العز وجاي بجلاله ادرك لهون على الكراكون لتشتكي عليه؟ يا والله كون محلك بروح بكسر له عظامه. طب انجا شو هالحكي هاد؟ ما بيصير تحكي الكلام بالكراكون بنوب، فهمت؟ امرك روح جيب لي ابو العز وتعال. روح جناب الشاويش، على حب النبي عفيني من المهمه. لك ليش بدي اعفيك؟ لك هذا ابو العز يعني مثل الاتاية العوجة، إذا جلستها بتصير مخلات، والله في بيني وبينه حزازيات معيتة. ماشي، روح لشغلك، روح. أمرك علين بغازي بيك. لك أنت ما جبتنا رايحين نجيب اختك؟ ما تحرك فيك شيء؟ ليش ما اجيت معنا؟ كنتوا كلكم رايحين، انا شو بدي روح ساوي؟ شو بدي روح ساوي؟ مين؟ طاح الدرع. شو بدهم الدرع؟ سيجا. شرف معنا. خير ان شاء الله. مطلوب على الكراكون. ليش مطلوب على الكراكون؟ ما بنعرف غير انه جناب الشاويش عاوزها. شرف معنا يلا. ابو العز، في مين اجا واشتكى عليك عندي هون؟ اشتكى علي انا مينا؟ صهرة غازي بيك. اوله وين اشتكي كمان؟ عم يقول انك اخذت له حرمته من بيته بدون علمه. انا اخذت بنتي. ابو العز، هلا هي حرمته وما بيجوز تاخذها بدون موافقته. بعدين عم يقول انك انت سرقت عصمريات ذهب من عنده من البيت، مزبوط الحكي؟ سرقة كمان؟ هلا هالكلمة هي ما بتنبلي معي يا جناب الشاويش الله يرضى عليك. مو انا اللي بسرق. والله هو هيك عم بيقول. هو هيك عم بيقول. قال لك هو انه هدول الذهبات حق صيغة اللي اخذها من بنتي غصب عنها. قال لك انه كان حيقطع لها ايديها التنتين بس مشان يشلحها الصيغة غصبا عنها. شوف يا جناب الشاويش، هاي الصيغة طلعت فيها بنتي من بيتي، ما له حق بده ياخذونه بالغصب. موضوع الذهبات نحكي فيهم بعدين، المهم يا ابو العز هلا شلون نرجع بنتك المستورة على بيتها؟ هاي خاصمها انا، بنت هي من الآخر راجعة البنت لعنده ما في، فبده يرمي عليها اليمين، انقال ايه وانقال لا. لا يا ابو العز لا، حدا بيتمنى يخرب بيت بنته؟ الله يسلم هالتم، ما في رجال بيتمنى بيت بنته ينخرب. شوف بقى حضرتك قديش بنتي كانت مظلومة عند غازي لحتى عم بطلب يرمي اليمين عليها. أبو العز، إذا في مشكلة بينك وبين صهرة روح اشتكي للقاضي. لشو بدي اشتكي للقاضي؟ أنا ما بفوت بهالدهاليز، أنا حقي بعرف كيف عنده. لا يا أبو العز، في قانون والقانون بياخذ حقك وحق غيرك. ايه والقانون بيسمح لواحد مثل غازي يجور على بنات الناس. ابو العز، هلا بدي اجمعك مع ساره غازي بيك،
بدنا نلاقي حل المشكلة. عبد السلام، لك يا نجار. أمرك يا شيخ. بعت لي غازي بيك. أمرك جناب الشاويش. شو عم تسوي عنكم ها؟ دركي هون بالكركون، شو بده يساوي يعني؟ لك هذا أكبر أزعب بحارات الشام كلها. أنا ما بعرفه قبل ما استلم شغلي، وهلا هو دركي بهذا الكركون. مين؟ أنا افتكار، افتحي لي. أهلين وسهلين. فوت يا ماما. ليه؟ كمل النقل بالزعر. أهلين يا مو، أهلين. هاتي باشا تقبريني. تقبريني. أهلين يا مو. جيتي بوقتك. جيتي بوقتك، هلا رح نحط الغداء. ما بدي آكل. ليش تقبريني؟ مالك بالعادة. يا مو قلعني جوزي من البيت. يبعت له حمى هو الثاني، ليش؟ قال لأنه إجت هنية هي وولادها لعندي، وأكلوا كل شيء في أكل من نملية. عجبك يا مو؟ يبعت لكم 17 حمى، وإن شاء الله بدكم تحردوا عنا. ياه، هذا بيت أبي، وين بدنا نقعد لكان؟ بتجوا لعنا تقبريني، ميت أهلة وسهلة. فوتي يا ما فوتي، هلأ صار رجال العين تطرقوا. بهيجي، قومي اقفلي النملية، هدول ناويين يقشوا كل شيء. ذهبات مرتي وأنا حرفيه. هذا الحكي ما بيجوز، لا القانون ولا الشرع بيقبل فيه. طالما عم تحكي بالقانون والشرع يا جناب الشاويش، بدي مرتي ترجع على بيتي. واليوم قلب المجروح شو عملت فيه الايام، مليان جروح اكثر من صبرك يا شام. I'm not afraid.